اليوم في العاصمة نواكشوط أعمال ملتقى إقليمي لقوات درك في منطقتي الساحل وجنوب الساحل ونظرائهم الأوروبيين. ينظم هذا اللقاء من طرف قيادة أركان درك الوطني بالتعاون مع الدرك الفرنسي والحرس المدني الإسباني حول تحديات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وتنسيق جهود قوات الدرك في الدول المعنية. ملتقى نواكشوط الإقليمي الأول من نوعه في المنطقة، والذي يجمع مدراء وقادة أركان الدرك في دول الساحل وجنوب الساحل بنظرائهم الأوروبيين، يأتي بهدف التوصل إلى آلية تمكن من وضع حد نهائي لنزيف الدماء البريئة التي أراقتها وتريقها يد الإرهاب غدرا وعلى حين غرة في أكثر من موطن. إننا اليوم أمام خيار واحد، وهو شن حرب بلا هواد على الإرهاب من أجل القضاء على مقدرات عسكرية وتجفيف منابع تمويل موازاة مع التصدي الدائم للأفكار المتطرفة. وعلى صعيد آخر، فإن ضعف بل انهيار السلطة العمومية في بعض دول شبه المنطقة إثر ما بات يعرف بالربيع العربي شكل مصدر قلق وخلق فراغ استغله دعاة التطرف وشبكات التهريب بشكل ملحوظ في هذه البلدان. ومواكبة لهذا المشهد المتأزم في المنطقة، بادرت موريتانيا بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز القائد الأعلى للقوات المسلحة على اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تهدف إلى أخذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة والتي كان لها الأثر الكبير في إبعاد شبح الإرهاب الذي خيم على الأمن والسكينة العامة للبلد في مرحلة معينة. هلامية العدو ولا نمطيته ثنائية شكلت أحد أبرز التحديات المطروحة على طاولة ملتقى نواكشوط، الهادف من بين أمور أخرى إلى إيجاد مقاربة أمنية شاملة تتناسب وحجم الخطر المحدق، يؤكد اللواء قائد أركان الدرك الوطني. لم تعد ظاهرة التطرف والإرهاب تستهدف منطقة جغرافية أو مجتمعا على أساس عرقي أو ديني، بل إنها تتجاوز الحدود الجغرافية للدول وتضرب أعماق القارات. ولذا أصبح لزاما على كل البلدان العالم الوقوف بحزم أمام هذه الظاهرة المدمرة للحضارات الإنسانية. وفي هذا الصدد، فإننا اليوم متواجدون هنا من أجل وضع تصور عملي لهذه المعضلة. ولهذا من خلال تنسيق جهودنا شمالا وجنوبا وتبادل المعلومات سبيلا إلى تبني مقاربة أمنية شاملة كفيلة باجتثاث كل التهديدات الإرهابية. المدير العام للدرك الوطني الفرنسي أكد بدوره على أهمية استشعار خطورة الإرهاب ومن ثم انتهاج أنجع الطرق للتصدي له. نحن نجتمع اليوم في هذا اللقاء لأننا جميعا ندرك خطر إرهاب استهدف أوروبا وإفريقيا في آن واحد، عدو يسعى إلى النيل من استقرارنا وأمننا، وإن وحدة الهدف وجسامة المسؤولية التي تضعها تلك التحديات على عواتق قوات الدرك الوطني في كل الدول المعنية تفرض على جميع المشاركين في لقاء نواكشوط وضع استراتيجية مشتركة وإطار للتعاون من أجل تنسيق الجهود لمواجهة هذا التحدي المشترك. أما مداخلات السادة أنطونيو توريس دوليس رويز سفير إسبانيا في نواكشوط وناجم الحاج محمد الأمين الدائم لمجموعة الخمس للساحل وأنجيلو سادا فرنانديس الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في الساحل وجويل ماير سفير فرنسا المعتمد في بلادنا، فقد ركزت كلها على أهمية هذا الملتقى مؤكدة إجمالا على أهمية النتائج المنتظر الخروج بها من جلساته. ويتوزع جدول أعمال الملتقى الإقليمي لمدراء وقادة أركان الدرك في دول الساحل وجنوب الساحل عمليا على تقديم عروض حول المقاربات الأمنية المتبعة في البلدان المستهدفة، إضافة إلى توزيع المشاركين على لجان مصغرة لتدارس ونقاش التحديات التي يطرحها الإرهاب في المناطق المرسومة على أجندة أهدافه وجرد الحالة الأمنية في المنطقة والتهديدات المحتملة والإجراءات المتخذة لصدها، هذا فضلاً عن استعراض واستشراف آفاق التعاون بين الساحل وشريكه الأوروبي.